ماسك جبار لبشرة متعبة والمرهقة، صفاء ونعومة وترطيب خيالي ويشد البشرة. تعالوا أوريكم الطريقة. ملعقة من الزبادي وملعقة من الحبة السوداء المطحونة، ملعقة طحينية سائلة، وملعقة من الكاكاو البودرة. نخلط المكونات كلها مع بعض. ممكن إضافة الزبادي إذا حسيتوا القوام ثقيل. يوضع البشرة لمدة من 20 إلى 30 دقيقة، ثم يغسل ويرطب البشرة. اذكروا الله في التعليقات وصلوا على رسول الله. اشتركوا في قناتي على اليوتيوب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.